عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال: إنما أصحابي من اشتد ورعه. الورع هو الحذر من المحرمات، من المظالم، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لآخرين، يتجاوز حدوده، هذا لا يكون ورعا، أن يتقيد بالحدود والإطارات الإنسانية، هذا أصل الورع. شدة الورع أن يكون التزامه بذلك من جميع الجهات وفي كل مجال وفي كل زمان وفي كل مكان، هذا شدة الورع.